إنا لله وإنا إليه راجعون أثناء وصول جثمان مسن يعني توفى أثناء طبعا ذهابه لي يعني الصلب بين طبعا بين زوجين توفى رحمة الله عليه أسرى طعنة من الخلف على الحدة والآن وصل الجثمان إلى مسقط رأسه في قرية بشان التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ. المشاجرة التي حدثت يعني أمس خلفت 5 مصابين ومصرع مسن يعني يبلغ من العمر نحو 65 عام. طبعا يعني هذا الحادث كان بالأمس مساء أمس في إحدى العزب المجاورة لقرية إبشان. طبعا الواقع يعني حالة من الحزن الشديد. يعني هذا الرجل يعني كان يعني كان زاهد ضمن الصلح بين طبعا بين الأسر. الزوج يعني كما قيل بعض الشهود من أبناء القرية أنه طبعا كان مسافر إلى إحدى الدول العربية وجاء طبعا لي يعني ذهب الطرفان أثناء ذهاب بعض الأشخاص. ألم من الحزن الشديد. الآن سيؤدي عملية الصلاة على الوفاة من مسجد المغفرة في قرية بشار. طبعا اللواء طبعا مدير أمن كفر الشيخ طبعا يعني تلقى افكار امس من مأمور مركز بيلا طبعا اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارا أمس من مأمور مركز بيلا بالواقع حيث يعني مفاد هذا الإخطار بمصرع مسن إسرى طبعا بيطعن من الخلف إسرى صبت بيطعن من الخلف بقال حتى وإصابة 5 أشخاص من بين أطراف المشاجر التي حدثت أثناء عملية احتواء الموقف والسلوك بين الأسرة الزوج والزوجة وهي من عزبة مجاورة لقرية بشان التابعة لمركز إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نحن أمام المسجد طبعا أمام المسجد الآن سيتم صلاة يعني العصر ثم صلاة الجنازة على المتوفى وهو رجل مسن 65 عام حالة من الحزن بين أسرته وبين أبناء قريته يعني رحمة الله عليه. فهو يعني يعني قام قيل نشهد له بدمسك القلق والطيب في نحن من أمام المسجد الآن يتم الدعاء وطبعا بالمتوفى التفصيل طبعا تم طبعا نقل الجثمان يعني مساء أمس إلى مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق ثم يعني التي يعني تم الآن أو أمر بعملية تصريح بالدفن ويعني هناك مباشرة في هذا الأمر. اللواء إيهاب عطية يعني مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارا أمس بتفاصيل الواقعة التي راح بحياتها مسن
اللي تراح ضحيتها مسن وإصابة 15 شخص. اللي اختار طبعا وقع أمس بهذه التفاصيل هناك طبعا يعني جهات التحقيق تتولى في هذا الأمر التحقيقات في هذا الأمر، والآن يتم صلاة يعني العصر شنو صلاة الجنازة من قرية عشان التابعة لمركز بيلا في رأس كفر الشيخ. الصلح يعني أو احتواء الموقف بين الزوج والزوجة تحول إلى مأتم بوفاة هذا الرجل رحمة الله عليه، والآن بين يدي الله سبحانه وتعالى يتم صلاة العصر، ثم يتم بعد ذلك صلاة الجنازة عليه من مسجد المغفرة في كويت. ادعو له بالرحمة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا ناقريته ينتظرون تشييع الجثمان من داخل قريته في مسجد المغفرة القريب من المقابر الأسرة في قرية بشان بمحافظة كفر الشيخ. اللهم ارحمه واغفر له. زي ما يعني أشرنا أن تفصيل الواقع كانت أمس أثناء عملية احتواء صلح بين الزوج والزوجة التي تحولت إلى مشاجرة أصفرت عن 15 أشخاص ومصرع وسن 65 عام من أبناء قرية إبشان. طبعا الواقعة كانت في إحدى الأزب القريبة من قرية إبشان مساء أمس.